الكونكشن مشكلة في الكونكشن. السلام عليكم مرة تانية. نحاولوا نكملوا الآن نحاولوا نكملوا مع الأخ آدم نكملوا لكم للحظات إن شاء الله دقائق نكملوا لكم طريقة عمل المسنجر بوت ونعدكم إن شاء الله في قادم الأيام. الإخوة اللي ما فهموش لأنه اللايف مش راح يكفي أنه نحكيه كلش نحكيه on detail نحكيه بتفاصيل كثيرة على المسنجر بوت مثلا وعلى تجارب. الآن راح نوريكم ممكن مثال آخر الأربيتراج اللي نخدموه أنا وآدم. فقط نوعدكم كما قلت لكم في قادم الأيام نعمل لكم ديتيل فيديو فيديو مفصل على كيفية عمل مسنجر بوت بالطريقة اللي خدامين احنا واللي نشكر عليها الأخ سعد من مصر كنا أعطاني التفاصيل في السنة الماضية وأنا الحمد لله درتها يعني حاولت أني طورتها بطريقتي الخاصة ما عملتلوش يعني كوبي بس لأني أصلا ما شفتش الفانلز تاعه ولا المسنجر بوت بتاعته لأنه ما شاركهاش معايا. فقط تكلم على الطريقة اللي يطرح بها هو اللي يطرح بها الكونتنت تاعو للزوار على المسنجر بوت. نوعدكم انه نعمل لكم فيديو تفصيلي ممكن حتى اذا قدرنا من الماني شات سيرفيس نستخدمه في المسنجر بوت نشارك معكم التومبليتس الخاص بينا ونشارك معكم انا التومبليتس الخاصه بي وشارك معكم ادم التومبليتس الخاصه به. نذكر الاخوه اللي متابعينا على المسنجر بوت اللي تكلمنا عليه انا كنت خدام في النيتج تاع سكولارشيب كما قلت لكم وخدنا في نشتر إيميغريشن اللي تلقيت كتير إخوة مغاربة في الإيفنت السابق في المغرب كانوا يخدموهم مجتمعين. دقيقة فقط نافيتيو آدم كملوا معنا اللايف. يا الله يا كريم انتظروا فقط آدم يدخل معنا. آدم مرحبا. مرحبا أخويا حسام. مرحبا أخويا. كنت قلت للإخوة أنه ما نقدروش نهضروا على كل شيء على المسنجر بوت. بغيت لو نقدروا الآن فقط آدم أسكو تقدر تبارطاجي أنت الليان تاعك البلاجين هنا في اللايف ولا لازم أنا اللي نبارطاجيه؟ ما عرفش ماشي الان بارطاجيو فقط عادي تقدر تبارطاجي معايا في الواتساب وانا نحطو الاخوه. ادم لو سمحت نقدروا نبارطاجيو مع الاخوه نيو موديل تاع الاربيتراج اللي نخدموا حنا على شكل ابلكيشن على شكل ممكن عندك الفيديو بتاع الويب سايت اللي خدمته. اوكي دابا حنا انا بالنسبه نقول لك انا النيشات اللي خدمت عليهم خدمت على الوظيفه هذا هو اول نيش خدمت عليه مورا خدمت على الإديكيشن أي حاجة ديال التعليم ديال أي حاجة خدمت على الدوغز على الدوغز وخدمت على الكيتو دايت كيتو دايت أوكي كيتو دايت أنت خدمتي قولي أنت علاش خدمتي سكولارشيب أنا خدمت على سكولارشيب الإيميغريشن راه قبيلة فاش دويت مع حسام قلت لي شنو هو الحدود ديال البارطاج اللي غنبارطاجي وقال لي قلت لي واش يعني حبس فشي لحظة قال لي بارطاجي كلشي يعني لاحظ راه ما كاينش بارطاجي معنا نحاولوا هذا احنا ما عندناش مشكله مع البارطاج الاخوه. هاد الطرق اللي رانا نحكيوا عليهم الان مازال حتى الان يدخلوا الاف والاف الاف دولارات اتس انليميتد يعني على حسب انت المايند سيت تاعك وعلى حسب تلقيك المعلومه وحسب انت كيف تستعمل المعلومه اللي تلقاها. وهاد المعلومه راه ماشي احنا اللي اخترعناها وماشي احنا اللي واو زعما احنا اللي خدامين بها فقط كاين اخوه خدامين بها ممكن تفسر كاين اخوه ممكن خدامين لها بالخطا بالطريقه الخاطئه ولكن كنا كنتعلموا وكلنا نطوروا من الطرق اللي كنت نتعلموا. ادم كما قلت اسكو عندنا الوقت لانه انا نعطيك فقط دقائق باش يدخل معنا محمد صخراوي من تركيا. حبيت نوريو الاخوه فيديو على النيو اربيتراج موديل اللي خدامين بحنا يشبه الكويز وممكن من بعد نديروا لهم ثاني فيديو قصير مع الفيديو التفصيلي على المسنجر بوت نفهمهم تقريبا واش كيفاش يديروه. وادم فقط ملي تحط لنا الفيديو تورينا الفيديو كامل تاع الطريقه نسالك سؤالين او ثلاثه ان شاء الله ونعدوا ان شاء الله نعطيك الكلمه ممكن تشارك امور اخرى لانك عندك النوتس والهيدلاينز اللي كاتبهم انت في الورقه في دقائق معدوده ان شاء الله باش ما نطولوش على الاخوه محمد الصفراوي وعمر. أوكي. تفضل ورينا الفيديو حاول فقط توريه بطريقه واضحه. الصراحه ما نقدرش نوري الويب سايت ديالي هذا عندي غير واحد الفيديو سجلته قبل فاش كنت كنديفلوبي فيها. نعم ولكن نقول لكم اهم جوج حوايج في الشات بوت هي اليوزر اكسبيرينس ديال الشات بوت ديال كامل
داخل فيها حتى الويب سايت، يعني طريقه كيفاش كيعيش داك اليوزر في الشات بوت ديالك وفي في الويب سايت ديالك. اذا كتخدم بالنيكس والباك بوتون راه صعيبه باش دير شي حاجه. اوكي ديما حاول تصايب واحد الويب سايت اللي يكون فيه اليوزر كيتفاعل مع الويب سايت ديالك، يكون كيتفاعل معاه بالحركه بالصوت يعني تخلي كاين انجيجمنت في الموقع الخاص بك. مثلا انا بارطاجي معاك الفيديو ديال الويب سايت ديالي اللي كتخدمت في الايديوكيشن. اوكي اوكي شو نيكست الباك بوتون شفتي يطلع لك الاعلان. اوكي جود جود جود. هذا راه ويب سايت راه ماشي ابليكاسيون، هذا راه اعلان يطلع بحال الكرسيسير ولكن هو اعلان عادي. هذا غيقدر يخلي يعني عند الاجابه الصحيحه يطلع نعم. هذه في العوض من ندير ليه نيكست الباك بوتون ما جاتش. من الاحسن ديفلوبي لي شي حاجه اللي تكون مزيانه. اوكي هذا كيعطيك فكره على الـ على الـ على اليوزر اكسبيرينس اللي كنخدموا حنا دابا في الويب سايتس ديالنا يا في وظيفه. نعم. كنحاولوا نصايبوا احسن ما كاين في الايديوكيشن. نعم. كنحاولوا نصايبوا احسن ما كاين اليوزر اكسبيرينس حاجه مهمه. حتى يعني الفكره هذه ادم تقدر تطبقها على نيتش مثلا. انا الا حبيت نخدمها مثلا على الدوغ نيتش مثلا نقدر. هي مثل تشبه الكويز ولكن عباره عن موقع. تشبه نعم. الكويز ولكن عباره عن موقع. الفكره تاعها انه مثلا نجيبوا اسئله على الدوغز مثلا. وش ياكل الدوغ في النهار؟ وش ياكل الدوغ؟ اوكي من جاتنا الفكره هذه؟ من انستنت جيم العقلتي. من انستنت جيم. يا yeah, كنا خدمنا انستنت جيمز مع بعض game. وكان هو اول بروجيكت خدمناه مع بعضياتنا. نعم خدمنا الانستنت جيم وبقات لينا ديك الفكره ديال خدمنا واحد الكويس. ومن بعد قلنا علاش ما نبنيوش ويب سايت بحال ما هكا. ومن تما ولينا كنبنيو ويب سايت على شكل ديال الكويز، على شكل هاد الاشكال هادو. يعني الاشكال هما نعم. اللي اليوزر ما كتجيش ثقيله وكيخدم مزيان. نعم اوكي نشرح. نكمل فقط نعطي ملاحظه على الابلكيشن باش يفهموها الاخوه ما تقلقوش، لانه حنا حنعطيكم فكره عامه بعجاله ومن بعد نعطيكم فيديوز ان ديتيلز انا ولا ادم. الفكره اللي وراكم ادم الفيديو الان هو عباره عن موقع يشبه الكويز، ولا يعني موقع يشبه الكويز ولكن ماشي ابلكيشن. هو عباره عن موقع عادي تدخل له من الموبايل، كويز تحط فيه انت اسئله مثلا 5 أو 10 وعندك 4 أجوبة. ملي يجيب اليوزر الإجابة الخاطئة يجيه صوت، وهذا باش يكثر تفاعل في الموقع تاعك يعني، ويخلي مدة بقاء الزائر في الموقع كبيرة. ملي يجيه سؤال، ملي يجاوب على السؤال صحيح يجيب الأخضر وتطلع له يعني بوب أب ستيكي بوب أب. بوب أب واش فيها إعلان تاع أدسنس من تحت، يعني ياخذ مساحة كبيرة هنا، وهنا تكون كاينة النكست باتن يعني لازم يكليك عليها باش يروح للسؤال الثاني. يعني انت الان تفرض على اليوزر انه يكون مهتم بالاعلان يعمل كليك عليه ولا يمشي للنكست كويشن ويجاوب عليه. في الاول ادم كان كنظن عمل فقط تجربه باسئله يعني ممكن 10 اسئله ادم، او تقريبا شحال كان الاروي عندك ادم؟ هو الاروي ماشي الاروي اللي كان مهم، اللي كان مهم هو العدد ديال تصفح الصفحات. كانوا كيكملوا الصفحات كاملين على البيج فيوز. البيج فيوز نيكس الباك بوتون كانوا كيدير لي غير 3 صفحات، ولكن ملي ولينا كنديروا ابلكيشن بحال ما هكا اللي هي ويب سايت على شكل ابلكيشن يكملهم كاملين وكيطلب المزيد. كيقول كيطلب المزيد. هذه النقطه اللي كنت قلت لك ادم باش نكبروا البيج فيوز ونكبروا الارواي، هو انك تحط واحد الكونتنت كبير مثلا تحط 20 30 سؤال لليوزر، لانه كاين يوزرز يتعمقوا في الاجابه على الاسئله لانهم يكونوا مهتمين بالمجال. وفي الاخر ديال الاسئله كتطلع ليه كويزات فرين، كويز ديال مثلا نعم. يتعلم هذه يتعلم حاجه اخرى نعم. اخرى ويبقى يدور نعم. في الويب سايت ديالك يعني كيولي نعم. بزاف كيولي ممتع بالنسبه لي. نعم وممتع نعم. لينا حتى بالنسبه لينا حنا في الديفلوبمون ديالو في التطوير ديالو ماشي حتى غير نيكس الباك بوك. وحتى سرعه تحميل الصفحه عندك كانت خفيفه يعني مش كيما مواقع الاربيتراج العاديه. صح حقاش ماشي ووردبريس هذا يعني جيد سيلف ديفلوبد كاستم ديفلوبد يعني عادي نقدروا الاخوه الان ادم أنزيد. نعطيك دقائق برك دقائق شارك المعلومات اللي عندك. اوكي نزيد ثاني حاجه اهم حاجه هما الارقام. نعم كيفاش تقدر تقرا الارقام ديالك؟
يعني ضروري نعم. ضروري اللي كنتي غتخدم باي بيزنس هي اربيتراج هي شوبيفاي هي اي حاجه خصك تقرا الارقام ديالك وديما تكون دير واحد سبريد شيت واحد فيشي اكسل يكونوا فيه الارقام ديالك. انا نعطيكم مثال انا واحد كنخدم به شحال دي ما عرفتش واش هذا كيبان مزيان نعم يبان مزيان. انا غادي نسولك حسام واش تبغي انت على حسب التجربه ديالك انت بشحال سبسكرايبر تقريبا ولكن اذا الخليج او انجلترا او كندا أو استراليا يعني دول تقريبا هو كان على حسب باش نفهموا الاخوه السعر سبسكرايبر وشو اللي يتحكم فيه انا كان كيوصل لي 0.04 حتى 0.015 0.20 سنت نجيبه ولكن كان الار واي كاين المشكل يعني ماشي المشكل يعني نقطه القوه اللي تجيب بها انت السبسكرايبر بسعر رخيص وتربح منه ار واي كبير هو الانجل اللي راح تقدم بها مثلا انت الى مشيت تخدم مثلا الهيلث تاع الدوغز يعني صحه الكلاب انت راح تروح تقدم الصفحه تاعك كانك طبيب يعني اسم الصفحه تكتبه طبيب مثلا طبيب فلاني مثلا وتحط صوره تاع طبيب باش الناس كي تدخل الاعلان تاعك تكون انت كاوتوريتي في هذاك المجال هذه كيفاش الانجل يعني والانجل الصوره اللي تستعملها الهيدلاين الانجل هي كل شيء المحتويات كامل هي اللي كانت غيرت مسار المقرا كتسمى الزاويه اللي تلعب عليها صراحه هي الزاويه كتبقى هي اهم حاجه يعني من اهم الحوايج هي الزاويه ولكن المهم حنا نديرو انا كنتي كتجيب سبسكرايبر ب 0.5 وبالنسبه لي راه هي غاليه على حنا كنا كنجيبو 0.3 0.02 المهم حنا درنا 0.5 غنحاول نزرب ونقولوا مثلا شريتي 10000 سبسكرايبر اوكي شحال غادي تجيك في سبان غادي تكون سبان ديتي 5 هذيك 10000 $500 اوكي في الفيرست داي مثلا انت شحال من برودكاست كدير انا كنت كندير يعني مؤخرا وليت ناقص شويه كنت كندير من 5 حتى 12 13 برودكاست غنديروا 8 8 اوكي وفي الايام الاخرى انت كنتي كدير يعني النهار الاول كنتي كدير 8 وبديك تزرد 20 يوم الاخرى شحال كنتي كدير كنت تقريبا كل يوم او كل يومين او ثلاث يومين نعمل برودكاست يعني قبل الليميت بعد الليميت خلاص ما كناش نعملوا برودكاست اصلا كنا نستخدموا فقط السيكونس اوكي يعني النهار الاول كيكون اغريسيف علاش حقاش النهار الاول كتكون كيكون اليوزر يلاه عارفك ماشي مشكل ادم واحد دقيقه ادم واحد دقيقه واحد دقيقه في النهار الاول باش نفهم الاخوه في النهار الاول هو اللي نشوفه فيه احنا ارباح يعني خمس مرات يعني تشوف 5 اكس ارباح في النهار الاول يعني تشوفها كنت نطلق الحمله يبداو يجيو السبسكرايبرز كنت نشوفها يعني بعد ساعه تشوف عندك ارباح 5 مرات حتى 10 مرات على حسب الاغريسيفيتي تاعك اوكي توتال يعني توتال 23 برودكاست في نعم. 30 يوم تقريبا نعم. هادو يعني كل يوزر يعني كل امبريشن تما مسجز يعني كل واحد وصلوا الميساج تقريبا غيوصلهم نعم. 23000 هذيك لا ما عرفتش لا 230000 اوكي آه. هنا سي تي ار هو سي تي ار ديال الناس اللي غيكليكيو على داك المسج اللي غيوصلهم من عندك انت من الشات بوت ديالك غالبا كيكون ما بين 20 و 80% حنا درنا اقل حاجه هي 20% غير 20 نقدروا ننزلوها من بعد حتى 15 عادي يعني على حسب الوضع تاع الاعلانات 20 كتجيني منطقيه تقريبا غيدخل لك 46000 46000 فيزيتور انت غتكون مثلا نقسموا غير ثلاثه وحنا قلنا لك كنوصلوا 12 انا ما نقسمش انا ندير صفحه طويله لعلمك ادم يعني تختلف تجربتي على تجربتك يعني هنا كنبقى نلعب انا بالارقام وكنشوف شحال نقدر ندير نقدر مثلا نخلي اليوزر يتصفح اربع صفحات مثلا نعم 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 مثلا علاش انا كندير هاد سبريد شيت باش ندير واحد كنتخيل كيفاش غادي ندير نتعامل مع الويب سايت ديالي نعم. تقريبا نعم. غتعطيك 138000 بيج فيو بيج 180000 بيج فيو والار بي ام درت لي انا غير 19 دولار نقدر نديرو اقل نقدر نديرو اكثر انا 19 دولار كان بالنسبه لي انه يوصل حتى ل 100 200 نعم نعم ماشي في المغرب هادي كندوي على الخليج وعلى الدول الاجنبيه الريفينيو راه جات تقريبا 3600 دولار وفي البروفيت راه 300 500 نعم 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 تقريبا من 500 نعم. دولار غتدخل 3000 دولار بروفيت 3000 بروفيت يعني شوفوا هاد الارقام اللي عطيناكم هنا راه كلهم منطقيه كلهم 0.05 راه تقدر تجيبها كنجيبوها نعم دير 8 ديال البرودكاست في النهار الاول راه كنديروها راه كلشي كيديرها 15 خصوصا انه الان خصوصا انه الان خصوصا انه بعد يعني
لحظات ان شاء الله نلوحوا لهم الحل تاع الليميت. يعني مع الحل تاع الليميت ما حش يكون عندهم اي اشكال في البرودكاست، يعني راح تلس البرودكاست من دون مشاكل تقريبا. فقط فقط انه ادم الدقائق بزاف الدقائق، واش بقى عندك تقدر تقدم الاخوه؟ بس تنويه، يعني فقط تنويه انه راح ندير لكم فيديو تفصيلي على الماسنجر بوت وعلى بزاف الحاجات ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. غير نزيد واحد جوج حوايج اخرين. المهم هذا بالنسبه للارقام ديال اليوزر اكسبيرينس، راهو خل البلوجين خاصكم تهتموا باليوزر اكسبيرينس، راه ماشي انت تبزز على الناس انهم يكليكوا الاعلان ودير البلوجين راه بحال ما درتي والو. راه خاصك تكون مهتم بالويب سايت ديالك، دير البلوجين هذيك الساعه. انا بالنسبه لي لحد الان راه ما جاني حتى ليميت لحد حتى اللحظه هذه ما شاء الله. اللي جاني ولكن على حساب اليوزر اكسبيرينس ديال الويب سايت ديالو. المهم اليوزر اكسبيرينس ديال الويب سايت ديالك تراقب ارقام ديالك، هاد الارقام هادو كيقدروا يعرفوك فين كاين المشكل. واش المشكل ديالي انا جايب كوس غالي ديال السبسكرايبر، واش انا ناقص في البيج فيوز خاصني نزيد فيهم. هنا ملي كنبدا نلعب هنا كنلعب هنا في السبريد شيت، كنتاخذ القرار ديالي هنا في السبريد شيت عاد كنمشي اوبتيميزي في الشاش بوت، كون اوبتيميزي في البلايص الاخرين. هذه نعم. اهم حاجه صافي بالنسبه لي هادو اهم حاجه الاكس يوزر اكسبيرينس ما شاء الله، والارقام ديالك تعرف تقراهم وداكشي الاخر. ممكن ادم ممكن ادم ادم ممكن في الايام القادمه ان شاء الله نعمل لهم فيديو تفصيلي، فيديو للمبتدئين يعني عام مبسط للمبتدئين، انه كيف تعمل ماسنجر بوت، كيف تعمل اعلان تاع فيسبوك. يعني نحن نخدموا صفحه وهميه ونقدموا لهم يعني كل شيء على بلاطه. أوكي. يعني كل شيء اللي نعملوه احنا نعطيه لهم هما. اوكي مشاركه صحيح. 100% شفافه يعني ان شاء الله. لا احنا راه احنا اتفقنا قبيله، اش قلنا؟ قلنا راه فاش سولت قلت لك واش نحبس عاد عن شي لحظه، قلت لي ما تحبسش حاجه بارطاجي واحد الحاجه. اوكي صافي انا بالنسبه لي تقريبا راه باقي شي حوايج اخرى كنت غندوي عليهم ولكن كنظن ما غايكش الوقت. ندوي غير على هذه، ممكن نعاودوا اللايف مره اخرى. اوكي ندوي غير على واحد الحاجه اخرى. المهم بالنسبه على حسام، شوف حسام راه كيعطي شي نصائح، شي وحدين غادي يتفقوا معايا، شي وحدين اللي كيعرفوا حسام راه يقدر يعطيك نصيحه وحده، نصيحه يقولها لك بجمله فيها، وانا متاكد اللي قريب لي غادي يعرفه. يقدر يعطيك نصيحه وحده بجمله وحده. الله يحفظك ادم. يقدر يبدل يعني 100 كيلو 100 كيلو تدخلها في سيمان. انا متاكد انه يقدر يعطيك نصائح هذو حقاش ديما. الله يحفظك. يعطيني شي نصيحه كتخدم. انا فاش كنخدم الشاش بوش في المغرب كنت كنقول ليه حسام انا راه كندخل مثلا $50 $100 في النهار كذا في الشاش بوش في المغرب. يقول لي اوكي مزيان انا دابا راه كندخل 3000 4000 5000 برودكاست لواحد، يعني كيصدمك وكيعطيك نصيحه. هو ديما كيشوف واخا شي مجال يعني في المجالات الاخرين، يعني فاش كنا خدامين في انستنت جيم ولا خدامين شي حاجه اخرى كيشوف هو شي حاجه من الفوق، وديما الصراحه كيعطي شي نصيحه اللي كتبدا. ودابا حاليا يعني عطاني شي نصائح وعطاني شي حوايج يعني اللي يعني بدوا لي حياتي 180 درجه. المهم ان شاء الله. ولكن انا هذا كون ما لقيتكش انت شديد ما راحش نتعامل معك وما راحش نكونوا بارتنرز يعني في افري بروجكت. الله يحفظك ادم ليا. الله يحفظك ادم ليا، وان شاء الله كما وعدنا الاخوان نعملوا لهم فيديوهات مفصله، سواء فيديو واحد او اثنين، والله ممكن جدا ممكن علاش لا ملي يكونوا عندنا الوقت نعملوا لهم لايف مفصل انا وانت على الماسنجر بوت وعلى حلول الماسنجر بوت. ادم امكن ممكن ممكن فقط انك تشارك معايا اللينك تاعت البلاجين تاع الليميت لاني راح نشاركها بعد قبل نهايه اللايف. الان راح نشكرك ادم، الله يكبر بك ادم، شكرا بزاف. على بالي مازال عندك كلامك كلام بزاف مازال عندك باش تهضروا، على بالي الوقت ساعفنا. انت خديت اكبر يعني مده من الوقت في اللايف. نستضيف الان محمد ونكمل. لا ضيعت لكم الوقت ديالك. الله يحفظك. ممكن نزيدوا نعملوا لايفات انا وياك ان شاء الله باذن الله. نشكرك ادم على الوقت اللي عطيته لنا، ونستضيف الان محمد صفراوي من تركيا. الله يحفظك ادم، شكرا. على بركة الله، على بركة الله. الآن نستضيف الأخ محمد صفراوي من تركيا. يا الله يا كريم يا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. محمد تمام سي حسان، كي داير أخي لاباس؟ نهار كبير أخويا. الله يجازيك أخويا، أنا نهار كبير بالنسبة لي. بخير الحمد لله.
الحمد لله. انا راح نتكلم معك، انا ما حش نتكلم معك بالدارجه في مالطي، راح نتكلم معك باللغه العربيه ان شاء الله باش يفهمونا الاحزاب. ادم اسمح لي يا ادم، محمد صفراوي من تركيا راح يتكلم لنا اليوم ان شاء الله على طابولا وعلى استعمال البلاجين تاعت الليميت وعلى السيرش في جوجل. ممكن محمد تبدا تقدم نفسك، وعندك مده يعني قلتها لك في الواتساب حاليا تقريبا باش نزيد نستضيف هو الاخ عمر من دبي، قدم لنا المعلومات ان شاء الله اللي راح تقدمها للاخوه والاحباب. المهم انا محمد صفراوي من ضمن الاخوه الاغلبيه راك عارفني، يعني الدومين ديالي اللي هو اساسي ديالي هو الارضي الخاص. انا غادي نحاول نتكلم على ثلاثه نتاع، يعني سمعت بعدا كنشكر الاخ ادم يعني عطى معلومات اللي كانت قيمه صراحه، اللي عارف الاستثمار هذه يديرها دي ريجيو بازوينين. المهم انا حصرت النقط اللي نهضر عليهم، هو غادي نحاول زعما يعني نبسط المساله اللي ولا نحاول نكمل الفكره اللي قالها نتاع البلوجين كيفاش شفتها انا وكيفاش خدمت بها. المساله الاخرى اللي غادي نهضر عليها هي كيفاش طبقت البلوجين في الاربيتراج، يعني بالاخص مع الناتيف ادز وبالاخص مع طابولا. والنقطة الثالثة غادي نهضر على سيرش جوجل والمشاكل اللي وقع فيه وكيفاش. ما شاء الله ما شاء الله، الله يكبر بك محمد، تقدر تتفضل ان شاء الله. بالنسبة للبوت دونك انا يعني كأن عندي تجربة في الروبوتات، دونك البوت جاء باش فك عرف الروبوتات نتاع الادسنس كيفاش كيفكروا، وجاء عطى نتائج يعني اللي هذه يخليوا الروبوت يعني بحال نقولوا مسألة عكسية، يعني كيفاش هادي يفكر الروب. بالنسبة شنو المشاكل اللي نقدروا نطيحوا فيهم في الليميت، انا نقولهم يعني بعجالة. هما كما قال الاخ ادم الانفاليد كليك، يعني يدخل واحد اليوزر ويكليك بزاف نتاع المرات ياك. والمسألة الاخرى هي الناس اللي كيدخلوا وكيكليكيو في واحد المدة في الاول، يعني حنا كنعرفوا اغلب البوتات كتخلص 3 سكوند الاولى، وهذا انا يعني بارطاجيت واحد البلوجين اللي كيحمي من البوتات. ولكن الا قلنا تجي الترافيك من فيسبوك وكيعطينا الانفاليد كليك، كيفاش نفسروا بان الفيسبوك جاب لنا الانفاليد كليك؟ هنا كطرح واحد علامه الاستفهام، وغادي نحاولوا نحلوا كيفاش ان داك الروبو نتاع الاسيس قرا ان داك الترافيك نتاع الفيسبوك يعني صنفهم البوتات. يعني البوتات ولا الروبوتات بصفه عامه كيخدموا بواحد لي كونديسيون، يعني لي كونديسيون اللي حاطينهم هما نطابقوا مع داك الجمهور اللي جا من فيسبوك، وهذا اللي خلاه يصنفهم البوتات. انا نذكر منها هو ان واحد الشخص جا من فيسبوك وضغط مثلا في 3 سكوند ولا في 4 سكوند ولا في 5 سكوند الاولى، وهو شخص حقيقي، لكن الروبوت نتاع الادسنس خلاه يصنفوا من البوتات. يعني هذا يعني هذه المساله الوحيده اللي نقدروا نفسروا الترافيك نتاع فيسبوك كيفاش تقرا انفاليد كليك. هنا البلوجين زعما صراحه الدراري برافو عليهم، يعني كان ان ترافاي نقدر نقول ان ترافاي ديزاين ديالنا صراحه اللي قدر يحل زوج مسائل. يعني هذه القضيه نتاع ما طلعش الادس حتى ديباسي واحد المده، دونك غادي نحلوا المشكل الاول نتاع البوتات اللي هذه يجي ولا الاشخاص اللي هما حقيقيين وهذه يضغطوا في ديك الثواني الاولى، وحل المشكل الثاني نتاع شخص واحد غادي يضغط بزاف المرات. يعني حتى هذا مشكل من المشاكل اللي كاين. يعني محمد لو سمحت، البلاجين ما كانش حكى عليها ادم، البلاجين كما جربناه انه تقدر عندك اختيار انك تخلي الاعلان تاع ادسنس ما يظهرش انستنت، يعني يظهر بعد ثواني، وهذا يحميك من البوتات. يعني كاين بوتات تجي للموقع تاعك مده وجيزه 2 ثواني او 3 ثواني باش تعمل لك بلوك الحساب او مشاكل في الحساب. صحيح، دونك هي بالضبط، يعني انت كتقدر تحكم في الادس فوقاش يطلع، وانت كتحكم ان داك اليوزر شحال بغيت من المرات تبين له الادس فواحد المده مثلا. في 24 ساعه شحال بغيت انا الادس كيبان له مره ولا اثنين، داك الشيء راجع كيفاش تقدر. دونك هذه هي الفكره اللي بعجاله نتاع البلوجين ان شاء الله. غادي نهضر على التجربه ديالي يعني شخصيا، كيفاش يعني استغليت هذا البلوجين، كيفاش خدمت به عن طريق يعني الناتيف اد. انا الناتيف اد يعني اللي كانت باطع عليه بزاف كورتها والاخوان كاملين كيعرفوا باش كنخدم، يعني كنركز على طابولا بزاف، كنخدم حتى بمجيد او بالاوتبرنت، ولكن طابولا كنصنفو يعني بالنسبه ليا، يعني هذا امر شخصي ديالي، كنصنفو يعني من احسن يعني لي سورس اللي كنجيب بهم الترافيك واللي كيتقام مزيان واللي كيعطيني نتائج كبيره. نعم، كنت قلتها من قبل انه طابولا واوتبرنت اتس ذا توب اون ترافيك. تمام، يعني هذا
هذه القضيه هي اللي كاينه. انا كيفاش في الاول ملي كنت كنجيب طابونه كانت عندي حمايه واحده، يعني هي انني ما نخليش بوتات، وانني نبقى نتبع يعني كل مره شكون هذه القضيه كنت شرحتها، يعني شكون البوتات اللي هذه ترسل لي ترافيك، يعني عباره عن بوتات الذي تدخل. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. الآن مزيان، أمزيان الأمزيان محمد. نزيد، ما عرفتش فين وقفت، لأن ما عرفتش فين وقفت. حكيت على الحماية الوحيدة اللي عندك في الموقع تاعك قبل الأداة التعليمية. هي قلت هي البلوجين اللي ما كنتش كنخلي، يعني كنسمح البوتات الموثوقه، هذا هو اللي كنخدم به، يعني كنسمح البوتات الموثوقه هي اللي تدخل، زائد انني خصني نبقى نتبع الترافيك ديالي في اناليتيك، يعني شكون لي زايدي ولا لي ويب سيت اللي هما معلنين عن طابولا اللي كيصيفطوا لي واحد الترافيك عباره عن بوتات. يعني هذه يعني هذه الطريقه باش كنت كنخدم، باش كنحاول نحمي راسي. صراحه البلوجين عاونني بزاف، يعني زاد لي كأني خدمت معايا 5 موظفين اخرين، ما يعني شاء الله صراحه حتى الارباح، يعني نقدر نقول لكم الا كنا مثلا نعطي واحد رقم، الا مثلا كنا كنديروا انكا في النهار، دابا تقدر توصل حتى 6 كاس باكا، راني يعني تقدر تسكيلي يعني من دون خوف. بدون خوف، يعني كتشوف راسك انك عندك. كان عندي غطاء الاول اللي هو تاع البوتات، وزدنا غطاء ثاني، زائد انني كنتحكم يعني في الاناليتيك، كنعرف من كنجيب الترافيك، يعني محمي، يعني محمي نعم. وخلاني نزعم الحمد لله، يعني حتى دابا الحمد لله ما كانش لي ما شاء الله يعني ما هذه. شاء الله. انا يعني على حسن، على نظن حسابي. الاخ حسن، نظن الاخ حسن هو اللي كان فرحان به اكثر، لانه كان يعاني بزاف من مشكل الليميت. اليوم قال لي لان انه من سن الزمن الترافيك غير معتاد وما جانيش الليميت. صحيح، واحسن تجربه ده هو انه يعني بغى يلعب وحيد البلوجين وجه نعم في الليميت الموقع، يعني نعم مباشره، كنت هذا شارف، هو اللي نعم تاكد من احتراما للبلوجين، يعني كيفاش كان ما شاء الله يعني. دونك ما شاء هذه الله. القضيه اللي هضرت على الطابوله، يعني مع الاربيتراج مع البلوجين، نعم يعني هذه التجربه ديالي اللي كانت معاه، والحمد لله لحد الان يعني النتائج غاديه مزيان. الايرواي زاد طلع، يعني خلانا نزعموا اننا، واخا انا عندي بزاف الحسابات وكل ما واحد شاء الله كنمشي فيه شويه شويه، ولكن هذا ما خلاني شاء الله انني نزعم، يعني ما شاء الله ما بقاش شاد يعني بلي كونديسيون اللي خدام، واللي نعم خلاني نطلق لي فرا ونبقى خدام يعني مفتوح. نعم الحمد لله. بالنسبه للقضيه نتاع السيرش، سيرش نعم يعني السيرش الحمد لله كان يعني في المده الاولى نهضر، لان لما ذكرت الباركين دومين وما هضرتش عليه بزاف، اليوم غادي تكون مناسبه باش غادي نهضر عليه. البارك الدومين انا هضر على كيفاش كان مع جوجل، يعني في 2018 جوجل ادسنس كانت فاتحه واحد المنصه انك تحط لها الدومين وتحط اعلانات، يعني بحال تكري لها الدومين ديالك. من 2012 اللي هنا وقفتها خلات غير السيرش، حنا استغليناها بطريقتنا. انت كنت نعم شفت، يعني كنت بارطاجيت معك يعني كيفاش انا قدرت نطور يعني واحد سكريبت، واللي نقدر نافيشي فيه بطريقه ذكيه يعني لي زالت نعم تاع السيرش، وحققنا عليه نتائج كثيره. لسوء الحظ يعني لما هذا مشكل يعني اللي دائما كيأثر على اللي واقعين الاعلانات، فيه الإخوان هو طبعا. لما كيخرج الامر قلت لك مشكل واقعين فيه الإخوة الآن في طريقة السيرش. انا غادي نقول علاش وشنو اللي خلاه يجي، يعني نعم هذا هو نعم هو الاغلب نتاع فقط الاخوان فقط دابا محمد، كيخرج اسمح لي واحد دقيقة. كاين مرحبا. ناس مبتدئين معنا ولا خدامين اربيتراج وما عارفينش واش هي طريقة السيرش، لو تقدمها لنا بعجالة فقط، واش تقصد طريقة السيرش في جوجل؟ شوف، انا السيرش كنصنفه جزء من البارك الدومين، يعني لما نقول بارك الدومين كانني دومين غادي نكريه لواحد الشركه وانا كنجيب له الترافيك، وهي كتستافد من دوك الترافيك اللي كنجيب انا عن طريق الاعلانات ديالها، يعني هي كتطلع فيه سكري، هي كدير كل، يعني انا يكفي انني نحط الدي ان اس ديالها في الويب سيت ديالي وهي تتكلم بالامور الاخرى كامله. قلت لك هذه المساله كانت في جوجل، يعني نهضروا على جوجل بين الشركات اللي كيديروا هذه القضيه نتاع البارك نعم الدومين. في 2012 حيدت هذه البلاتفورم،
وخلات ديال السيرش. السيرش يعني كاين طريقه تقليديه انك دير في الاول يعني دير داك طلع في السيرش والناس تقلب لان انا والادس اللي هذه يخرج النتائج لما يضغطوا عليه هذا يكون السيرش ديالو مرتفع. حنا طورناها بطريقه اخرى اننا خلينا حنا نفرضوا ولا حنا نبروبوزيو على الزائر يعني شنو هما النتائج اللي هذه يقدروا يكونوا. المشكل اللي وقع هو لما خرجت يعني الموضوع نتاع السيرش ربما الاخوان ما عرفوش يستغلوها يعني بطريقه ايجابيه وهذا جوجل طبقت يعني صرامه لحد الان ما عرفناش يعني فين غادي تمشي الامور يعني الطريقه اتس جوت سبامد يعني سبام هي طريقه نستغل بها انا مو سبام يعني طريقه ليغال. لا لا نحكي على الاخوه مش انت محمد يعني ما دام جوجل طبقت صرامه الا وراها تعرضت لمشاكل مع لي ادفيرتايزر يعني عاوتاني الان خاصنا نلقاو الحل ديال ليميت ديال سيرش ولا حسابات جداد اللي فيه بسيرش ولا شنو هو المشكل. لا هو ماشي ليميت. انا نفسر لك يعني خديت تقريبا شي 4 ايام ولا 5 ايام وانا كنبحث وحللت الامر. كانوا عندي مواقع يعني عندي حسابات مكري فيهم السيرش يعني بشحال هذا والاخوان اللي خدموا في السيرش هذه فهموا شنو غادي نقول. السيرش لما تشوف النتائج غادي تلقى واحد الكود يعني ولا هو الكود بارتنر نتاع بيب واحد الكود تيري واحد الاي دي. هذا الاي دي يعني الناس اللي كريات السيرش يعني سابقا تلقى الاي دي كله عباره عن ارقام يعني ما فيش حروف كله ارقام. هادو لحد الان باقي خدام عندهم السيرش بدون مشاكل. هاد الحسابات الجديده اللي كرياو السيرش الا مشيت تشوف البارتنر وتشوف النتائج يعني كيفاش كتخرج غادي تلقاو البيب نتاع الكود نتاع البارتنر فيه بيب واحد الـ واحد الـ واحد الاي دي سلا يعني تيري واحد الاي دي اللي فيه واحد لي زالفابي مينيسكيل يعني حروف. هادو ما كيطلعش عندهم السيرش كيطلعوا غير النتائج اللي طالعين في الاورجانيك يعني سيو. هادو هما اللي كيطلعوا يعني ما تبقاوش كيطلع لهم اد. يعني جوجل طبقت هاد المساله نتاع الحسابات الجديده حيدت لهم اد. اللي دخلنا بحثنا انا والاخوان يعني يونس قاسمي وهادي لقينا باللي خلات واحد الرساله يعني هادي كانت سابقا وكاينه حتى في الحسابات الاخرى اللي عندي شغالين خلات بان خاص تجيب واحد الجوده عاد انها تطلع لك الترافيك. حاولت انني يعني بنفس الطريقه نتاع الحسابات اللي مخدامين نجيب لهم جوده مزيانه يعني عندي مواقع كتجيب النتائج من السيو يعني احسن يوزر يعني ولا احسن ترافيك تقدر تجيبه هو نتاع محركات البحث بالاخص جوجل. حاولت نجيب لها غير داك الترافيك يعني وندير له علاقه مع شنو انا نطلع في البحث يعني هذا يكون ترافيك قوي. ولحد الان يعني تقريبا التجربه دامت واحد الشهر ولحد الان مازال ما طلعتش. يعني انا كنقول باللي جوجل وقفت هذه المساله ولكن يعني انا كنظن ان ما عندهاش الربح ان هذه تبقى موقفاها واحد المده كبيره لان العدد اللي كانوا شغالين معها هذه شحال ما نظنش انه كافي. نظن انهم غادي يولي يطلقوا ولكن نتمنوا من الاخوان يعني دائما كنقولها انهم يخدموا يعني بطريقه ما يحاولوش يعني يريبوا الخدمه على واحد الناس اللي كيخدموا بطريقه بالطبع بالطبع بالطبع. محمد موضوع السيرش كبير كبير بزاف كبير بزاف ممكن من بعد نعاودو نديرو ممكن كما قلت نفس الشيء مع ممكن نعملو فيديو مفصل او ممكن نعملو لايف مخصص ليك انا وانت. الان واش المعلومه يعني الثانيه اللي ممكن تقدمها باش من بعد دقائق ان شاء الله لما تكمل ما انا ما نبرزطكش خذ وقتك باش من بعد نقدم عمر فقط لانه باقي 30 دقيقه تقريبا على اللايف باش يسالي. انا زعما هادشي اللي نقدر نقول يعني عطيت رايي ديالي في البلوجين عطيت بلوجين كيفاش دار الله يحفظك بالنسبه للروبوتات نتاع الادسنس الله يحفظك. وانا كنظن بان هذه خويا حسن يعني الناس اللي عرفوا وهذه حاجه كذلك كما قال الاخ ادم ما نستغلوش بطريقه يعني سلبيه باش ما باش واخا يخرج للعموم يعني نخليو ديك الفكره ان شي حاجه اللي خرجت للعموم تبقى عاد شغاله. محمد لو سمحت نقدروا من بعد يعني من بعد اللايف يعني ايام تكون ايام مناسبه نعملوا الاحباب والاخوه اللي راهم يشاهدونا خصوصا المبتدئين خصوصا اللي حابين ومتشوقين يبداوا المجال سواء ماسنجر بوت او سيرش او باركت دومينز نعملوا لهم واحد الفيديو مفصل مثلا للاخوه نقدموه لهم باذن الله. ما عنديش مشكله خويا انا عارف دائما الباب ديالي مفتوح حتى الاخوان اللي كيجيو يسالوني دائما اكبر عدد قدرت عليه. الباب ديالي مفتوح كما انا تعلمت يعني حاب نعلم يعني ان شاء الله اخوان كاملين يعني العرب ماشي غير المغاربه ولا الجزائريين يعني اي واحد جاء مرحبا. انا الباب ديالي دائما مفتوح وشيء اللي كنركز فيها
هي الاخوان يخدموا بطريقه نقيه وياخذوه كبزنس، وهذا بزنس اللي انا عودته يعني بوظيفه. الاخوان عارفين كيفاش انا مريت يعني من الوظيفه الخدمه في الاونلاين، وبالاخص طريق الاربيتراج، يعني يحاولوا يخدموه بطريقه يعني نقيه ويخليوه كبزنس اللي يطوروا بحياتهم، اللي هذه يغير لهم حياتهم، انه بزنس فيه ما يدير. ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظك محمد، بارك الله فيك. والاخوه اللي على بالي كثير من الاخوه يحسوا انه اللايف ما كانش فيه مثلا تعمق كبير، ولا الوقت ضيق الوقت، لانه معنا ثلاثه شداد اليوم ما شاء الله عليهم. نحاول باذن الله انه نعمل لايف تفصيلي مع كل صديق، محمد وادم وعمر، يشرح لكم المجال، يعني كل واحد ياخذ وقته بالتفصيل انه يشرح لكم المجال ان شاء الله. الله يحفظكم خوتي محمد، بارك الله فيك. والله حسام كنشكرك بزاف، يعني انا شخصيا يعني كنت انت سبب، يعني شخص من الاشخاص اللي غيروا الحياه ديالي، يعني هذه نقولها حتى العموم، وما تحياتي على هذا الشيء اللي كتقدم للدراري. الله يحفظك محمد، شكرا لك على الدراري ان شاء الله. تبارك الله عليك، الله يحفظك، موفق محمد، ربي يحفظك. الله يجزيك، الله يحفظك، شكرا شكرا. كما شفتوا خاوتي كان معنا محمد من تركيا، خدام في طابوله. ما تقلقوش خاوتي، على بالي كاين بزاف ناس ما فهموش، مبتدئين واللي ما عندهمش علاقه بالمجال، او سواء اللي في مرحله الوسط في المجال، راح يكونوا كاينين ممكن لايفات، ماشي ممكن، راح يكونوا باذن الله لايفات تفصيليين مع الاخوه، راح يكونوا فيديوهات مسجلين ونحطوها لكم في شبكه التواصل الاجتماعي، باش تبداو من الصفر، سواء مسنجر بوت او سواء حاجه اخرى. الان نحاول نعمل انفايت لعمر من اليمن، وساكن مقيم بدبي، هو اللي كانت عنده اللي قدم لنا فكره سكريبت ليميت، نشكره على ذلك، وطورناها مع بعضنا كامل. دقائق فقط، يا الله يا كريم، بسم الله. عمر نو دقائق فقط، الإخوة في حين ينضم لنا عمر، فقط نقول لكم باللي بعد دقائق إن شاء الله هنحط لكم البلاجين في ستيكي كومنتس، ونعملوا له بوست إن شاء الله. البلاجين راح تلقاوه في فيديو يشرح كيفية الاستعمال، والديفولت بارامترز اللي في البلاجين هم اللي تستعملوهم، من 5000 حتى 7000 ملي سكند. والإخوة اللي كانوا ينتظروا التوزيع المبلغ اللي وعدتكم به، المبلغ غدا راح تكون البوست تاعو، غدا تكون البوست تاعو باش نعملوا مسابقه، وبعد غدا ان شاء الله راح يكون السحب سواء فيديو او لايف ان شاء الله، وكل واحد ياخذ مبلغ 500 دولار باش يبدا فيها في المجال ان شاء الله. راح نحط لكم غدا شروط المسابقه ان شاء الله. نحاول ان نعمل انفايت لعمر، يلا بسم الله enable to join. ما عرفش ليش يقول لي enable to join. دقائق فقط اسمحوا لنا. enable to join. أنا في اتصال مع عمر حتى يعد المشكلة، لأنه بيطلع لي الآن enable to join، ما بقدرش أعمل له request.
اوكي الان نعمل انفايت لعمر، راح يكون معنا عمر الان. عمر عمر عمر، ان شاء الله ما يكون عنده مشكل في الانترنت. لو كان عنده مشكل في الانترنت راح اضطر اني ما اطلعه ممكن لوقت تاني، ممكن لايف غدا. عمر في عندك مشكلة؟ عمر 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 بيقول لي انه ما يقدر يطلع لايف، ممكن لانه في دبي يكون محظور. خلاص راح اكمل لكم انا هلا الان، راح اكمل لكم الان عن تجربتي القصيره، وراح اعمل لايف ثاني ان شاء الله يكون تجربه تفصيليه وفيديو تفصيلي مع عمر. مثل ما قلت لكم انا في الله مع ادم، انا حاليا يعني عشان تفهموا كامل انه شو اشتغل على الماسنجر بوت، اونلي ماسنجر بوت حاليا، يعني سكيلين بيج سكيلين في الماسنجر بوت. انتم ممكن شفتوا الارقام، ممكن يوم 21 في الشهر ان شاء الله تنتظروا ارقام جديده. ما بظن شخصيا ما بظن انه تم تحقيقها، خصوصا في الماسنجر بوت او في ادسنس، يعني عامه اللي هي 7 figures a month. ما بظن، اذا كنت مخطئ اسمحوا لي. 7 figures in a month، راح اشارك معكم الارقام ان شاء الله يوم 21، ومن الان فصاعدا ان شاء الله راح يكونوا كاينين فيديوهات دوريه على شرح المجال، خصوصا الماسنجر بوت. راح تكون مشاركه شفافه، يعني نفس وش نشتغل انا، راح نحط لكم كامل انا وادم والاخوه ان شاء الله. عمر كان اليوم مفترض انه يتكلم لنا على البوب اب ترافيك مع البلاجن، ولكن الكونكشن حالت دون ذلك، ما عرفتش، يمكن من بعد ايام ان شاء الله ندير لكم لايف معه ويشرح لكم مجال البوب اب ترافيك اللي هو اشتغلوا مع البلاجن. وان شاء الله كاين كومنت يقول لي ديروا دوره، ممكن ان شاء الله نعملوا دوره انا والدراري ان شاء الله على الماسنجر بوت. فهمنا ماسنجر بوت خويا، فهم ماسنجر بوت راه شرحنا تقريبا باش يفهموه عامة الإخوة، وشرحنا المشاكل تاعو تقريبا، وراح نشرحه بالتفصيل في فيديو، راح نشرحه بالتفصيل في فيديو. الآن راح نحط لكم اللينك تاع البلاجين للتحميل. راح تكون حل ان شاء الله الليميت على حسب تجربتنا، حل نهائي بإذن الله، ما يزيدش يجيك الليميت. حتى لو جاك الليميت يعني اكبر مدة اللي وصلنا ليها ما جاناش الليميت هي شهر شهر ونص، يعني شهر شهر ونص يكون عندك متسع من الوقت انك تعمل سكيل، خصوصا سكيل رهيب. ثاني شو كاين فكرة أخرى؟ نعاود نذكركم ان الماسنجر بوت راح تشرح بالتفصيل بإذن الله، خصوصا السيكونسز فانلز everything. راح يكون ممكن ان شاء الله ندعي صديقي المصري يطلع معايا لايف ان شاء الله يشرحه لكم تاني بالتفصيل، لانه يعني بنشتغل تقريبا نفس الـ الطريقه تقريبا، وشنو انا حسنتها. حاجه اخرى مهم لما كان I'm stressed a little. حندير لكم ان شاء الله دوره، ان شاء الله دوره وفيديو تفصيلي عن الماسنجر بوت، راح اشارك معكم بالتفصيل من اعلان فيسبوك لكيف تعمل بوت، كيف تجيب ترافيك، كيف تعمل اوبتمايزيشن لللاندنج بيج بتاعتك. والماسنجر بوت باش نفهمكم، انا بالنسبه لي اتس ذا نيكست ليفل، اتس ذا نيكست ليفل ان اربيتراج، خصوصا الحمد لله انك تقدر تجيب مينيموم 3x تو 10x ان ذا بروفيت، وهذا اللي نشوفه انا دائما في ارباحي. وان شاء الله تشوفوا انتم، وتلاقيت بكثير اخوه في المغرب انه خدامين به وخدامين بارباح ما شاء الله اقل شيء 2x 3x. نشكركم بزاف. قبل ما تروحوا انا رجعت لكم الان، نحط لكم اللينك بتاعت البلاجين، تقدروا تحملوها رسميا الان. يلا فين الكومنتس؟ عندكم البلاجين الان تقدروا تحملوها، حنخليها بين نتكلموا لمده دقائق، ممكن ناخذ اسئله من اللي مطروحين الان. شكرا شكرا لكم كامل. سيف بليز، ممكن تطرحوا بعض الاسئله اذا حبيتوا الان، نجاوبكم عليها لمده دقائق حتى تحملوا البلاجين و تخدموا بها حسن.
القبول في ادسنس ما قبلش. القبول في ادسنس حاليا تقيل مشكل كوفيد 19، لانه الخدامين ما ولاوش يعني يخدموا مثل الحياه السابقه، يعني كاين يعني ثقيل، ولا القبول ثقيل حاليا. اما مواقع كثير يعني اللي تلقاها مليحه ما مش يقبلوا فيها. شخصيا صراو لي بزاف مشاكل، يعني نفس الطريقه اللي كنت متقبل بها من قبل الان ولات صعيبه، ولات يطولوا، ممكن يقعد حتى شهر. وشنو ننصحك؟ انك تبقى تحاول انك تقبل حتى تحل علينا الازمه كامله اللي رانا عايشينها حاليا. اوكي، اللي عنده سؤال ممكن نجاوب عليه في دقائق معدودة إن شاء الله قبل ما يحسب. عندنا تقريبا 15 دقائق، ممكن نجاوبكم على أي سؤال تحطوه. ومازال يكون إن شاء الله لايفات كتير إن شاء الله نتحدث عليها، حيكون لايف تفصيلي على الماسنجر أو فيديو تفصيلي إن شاء الله. وشخصيا ماشي نوعدكم ولا نعطيكم جورنتي، مع الماسنجر بوت it's impossible to not make money، مستحيل أنك ما تدخلش دراهم على الماسنجر بوت، خصوصا الشرح اللي راح نشرحوه مثلا الفيديو التفصيلي، ولا الشرح اللي شرحناه اليوم، معلومات كاين اخوه راح تستعملها ان شاء الله وتستفاد منها. ما معنى 2x ل 3x؟ 2x هو يعني الربح مرتين، يعني مثلا تنفيستي 10 دولار تربح 30 دولار، اتس 2x. اوكي، سبب غلق البوت هذا راح نتحدثوا عليه. سبب غلق البوت انه احنا نمشيو اغريسيف. انا شخصيا ما نحبش نمشي، عندي بوتات يمشيو ان ذا سيف زون، وعندي بوتات يمشيو اغريسيف مود. اغريسيف مود هو انا نحب هذاك اليوزر نربح منه 10 اكس في النهار، يتغلق لي البوت عادي. انا عندي مئات 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 من البوتات اللي مغلوقين، كل بوت تلقى فيه 10000 سبسكرايبر، 10000 15000 سبسكرايبر، ولكن لا يهمني. اللي يهمني انا هو هاو ماتش اي ميك from them، يعني شحال ندخل منهم في النهار. يعني كنت انا في ساعات ساعات معدوده، يعني انه نخدم تقريبا بوتات، يعني بوتات بالعشرات البوتات، باش كامل نخدم نلونسي لهم الاعلانات، باش غير نربح مثلا كل بوت نصرف فيه 500 200 300 400 دولار، كل بوت نصرف فيه هذاك المبلغ باش نجيب باش نوصل انه ندير 5 figures a day مثلا. يب كثير بوتات ويتغلقوا لي البوتات عادي، نقدر نستعمل بروفايل اخر انه نفتح بوتات اخرى. المشكل كما تعرفوا هو يو سبام ذا يوزر، اذا كنت ما تسباميش اليوزر ما راحش يتغلق لك البوت يعني تقريبا. اوكي، شحال البادجت اللي كي تبدا المجال؟ كنت شرحته تقريبا، هو تقدر تبدا ب 100 دولار عادي، ولكن ملي تطيح في حمله ناجحه تحتاج مبلغ كبير على حسب انت شحال حاب تسكيلي. 100 200 دولار 300 دولار اتس ذا ماكسيموم يو كان ستارت ويذ ان ذا ماركت. خويا حسام، من اين احصل على السكريبتات او التيمات اللي يعمل بها الاخ عمرو؟ صراحه حنديروا لايف ان شاء الله نشرحوا فيه. هو اتس هيز ديفلوبر، يعني يخدم الحوايج تاعو ويخدم السكريبتس تاعو الخاصه به. سي بي سي ادسنس، سي بي سي ادسنس، وي دونت توك اون سي بي سي ادسنس برو. في الاربيتاج في الماسنجر ما عنديش مشكل. علاش؟ لاني عندي السبسكرايبرز الخاصين بي، وقت ما حبيت نرسلهم ميساج ما نفكرش اصلا في السي بي سي. سي بي سي انا اللي كان تجيني في سكولرشيب، باش نذكر الاخوه برك، انا كنت خدام في سكولرشيب نيتش، تقدروا تخدموا فيه كامل. سكولرشيب نيتش كانت سي بي سي تجيني من 0.50 حتى الواحد، 2 مرات 3 اورو، ولكن ستيبل. نبدا بادسنس ولا طبعا نبدا بادسنس؟ كيفاش نديرو اخر ماسنجر بوت؟ اخر ماسنجر بوت راه شرحته فيديو تلقاه في اليوتيوب في المغرب، وراح نديرو فيديو تفصيلي من A to Z، يعني من الزيرو حتى النهايه، كيفاش تخدم ماسنجر بوت بروفيشنالي، يعني كيما نخدمو حنايا. اليوكي احسن حاجه، او تشوف تستعمل موقع فريلانسر تخلص حد ب 15 20 او 30 دولار، هو يستقبل لك البين. ممكن تلاقاو في وهران ولا جيزونا في تلمسان. الله يحفظك حبيبي ان شاء الله، علاش لا. خويا حسام تحيه لك من الشلف، والله نحبك في الله، حبك في الله حبيبي، الله يحفظك، الله ينورك. مشكل في راس المال خويا، راس المال ماشي مشكل، تقدر تجيبه. الا بغيت مثلا انت تمشي، مثلا عندك صحابك ماشيين لمدينه اخرى، جايين ماشيين سياح ولا حاجه، راح تدبر راس المال. ولكن ملي تجي في الخدمه يجيك مشكل راس المال. خويا انا نقول لك ما تحنش على راسك، دبر راس المال،
روح خدم برا، خدم في اي منطقه غير تلم راس المال ديال 100 دولار، ادخل به المجال وعندك المعلومات متوفره من كامل اخرى، ماشي شرط تتعلم مني انا، يتعلم بزاف الاخوه، لانه المجال الان فيه ثروه من المعلومات اليوتيوب. شحال المده فاش يتحل الليميت؟ مختلفه المده حبيبي، من اسبوع ايام حتى الشهر. كيف اعمل كويز على الموقع؟ ممكن نشرحه فيديو تفصيلي يشرحونا الاخ ادم، لانه هو الديفلوبر، هو اللي دار كاستم ديفلوبمنت تاع الويب سايت تاعو. اوكي بقينا دقائق. مشكل استقبال الاموال الجزائريه من المواقع. خويا استعمل بايونير، استعمل بايونير، ممكن تستعمل ترانسفير وايز، استقبل اموالك عادي، ومن بعد يو نو هاو تو سيل ات ان الجيريا، تقدر تبيعه. ما اقدرش نشرح تفصل في الطريقه لانها في مشاكل، راني في الليمت نستعمل أداة درك بعد تعود الإعلانات. مرحبا سلام أخويا حسام، أنا قلت نلعب على السي بي إم، سمعت لقيت مصدر ترافيك مليح وزال لمدة 20 ثانية، كيف توافق في رأيك؟ ما فهمتش السؤال. درى لنا الفري ترافيك، I'm not free traffic fan، ما قدرش نهدرك على الفري ترافيك لأني ما استعملوش أصلا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل يتم كشف البلاجن؟ اخويا حطينا لكم بلاجن الان، راه بينت كومنتس، راح نحط لكم بوست بعد دقائق. شات بوت بلاتفورم اللي نستعملوه انا وادم، اللي هو ManyChat.com، قدروا تستعملوه. يو كان سيرش ات اون جوجل، جوجل ات اونلي. كيف تكون برمجة البوت؟ صديقي هو بلاتفورم اللي نستعمله هو ManyChat، يسهل لك الأمور. مثلا إذا دخلت ManyChat، أنا راح نتكلم كيفاش نديره. مثلا أنا نفتح حساب ManyChat، أوكي نروح لمنطقة السيكونسز، نكتب I create 5 sequences، مثلا خمس رسائل، راح تخير وشو التوقيت اللي يظهروا فيه الرسائل للزائر، يعني أي زائر يدخل لك من فيسبوك وشو التوقيت اللي تظهر فيه الرسالة الفلانية. مثلا الرسالة الأولى أنا نعملها instant، مثلا غير يسجل من فيسبوك أدس حجي الرسالة مرحبا بك، هل أنت مثلا جزائري ولا هل تحب القطط ولا شي حاجة، يكون عنده 2 buttons اللي هما مثل quick reply، يعني غير يضغط على واحدة فيهم حيكون subscribed in your bot، غير يكون سبسكرايب ان يور بوت تقول له شكرا مثلا وتنساه مثلا دقيقه او لا، يجي دقيقه او اقل من دقيقه يجيه رساله اخرى اللي فيها الموقع تاعك، تقول له مرحبا بك مثلا، ها هو المقال اللي وعدتك به في الاعلانات، يعني تعطي له نفس الكونتنت اللي وعدته به في الاعلانات. مثلا اذا كنت تتكلم على سكولرشيب ان كندا، سكولرشيب ان يو اس اي، ولا ام بي اي سكولرشيب مثلا للمقيمين في الخارج، تقول له this is a scholarship article اللي وريته لك مثلا، تقول له في المسنجر بوت، داخل المسنجر بوت تقدر تقول له you can click here، يعني تقدر تقول للزائر انه زور الموقع تاعي. ثاني حاجة الرسالة الثانية تقدر تحددها بعد 5 دقائق، هذه في السيكونس. الرسالة الثالثة تقدر ديرها 15-20 دقيقة، عشان يعني باش ما تسباميش الفيسبوك ما يبلوكيكش. الرسالة الرابعة مثلا ديرها بعد نصف ساعة أو ساعة. الرسالة الخامسة تقدر ديرها على حسب 2 حتى 6 ساعات، هذا هو شو المسنجر بوت. وكي تحط هذوك لي ميساج في السيكونس انت خلاص تقعد تصرف غير على الفيسبوك، هذوك لي ميساج راهم يمشيو، راهم يترسلوا لكاع السبسكرايبرز. كي تبلوكي لك البوت توقف الاعلانات، تبدل الصفحه، دير اكسبورت للتمبليت من ماني شات، تامبورتيه في نيو ماني شات البروفايل اللي عندك، وتطلق به الاعلانات مره ثانيه. حيكون شرح تفصيلي، ما تخافوش خاوتي. اذا كنت ليميت اد موب، نحاول ان شاء الله نشوفوا حل ليميت اد موب، نطرحه لكم ان شاء الله. اذا كنت تربح من المجال تاعك نغير الاربيتراج او ابقى في المجال تاعي افضل؟ انصحك، انا شخصيا نصحك تبقى في المجال تاعك اصلا. الا شفت حسام ولا اي واحد حط لك سكرين شوت، ما تكونش تتغرب بها وتروح انت تبدل المجال اللي راك تحقق فيه واحد المبلغ ستيبل، على جال فقط هذيك الصوره اللي تروح تحب تربح مثلا نفس حسام ولا نفس الشخص او فلان تاعي او فلان او فلان او فلان. ركز في مجالك، طور فيه، حاول توصل مرحله سكيلين، بيج سكيلين، نيكست ليفل سكيلين، 10 اكس سكيلين، واي نوت. كي تكون تميتريزيه بزاف وعندك تيم بيهايند يو، يعني تقدر انت مثلا توقف من الطابله تخلي الخدمه تاعك ماشي عادي، ثم تقدر تجرب مجال جديد، ما تبقاش تصوتي من مجال 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 مجال. اوكي دقائق جيت روتر بارتاج اللايف ان شاء الله حبيبي. ميزو يعطيك الصحه، ليزو ربي يحفظك ميزو.
هل كاين فرق بين ادسنس امريكي وادسنس عربي؟ ما في حتى فرق يعني بين ادسنس امريكي وادسنس عربي تقريبا، ولكن للعلم فقط انا ما نخدمش بادسنس عربي، كنت خدمت به من سنوات، انا نخدم بادسنس الماني وادسنس يو كي. هل هناك بديل جوجل ادسنس فور ناو؟ نوت يعني، ما يعطيكش نفس النتائج. نيتش السيارات، اي دونت لايك ات. الله يحفظك الشريف، ماشي مشكلة تلقى اللايف مسجل. كم سي تي ار عندك؟ سي تي ار يلحق لي في الماسنجر بوت، قلت تستعمل وحدة اعلانية فقط لي تحت التكست. سي تي ار يلحق لي تقريبا على حسب انا واش نتحكم في السي تي ار، هو تقريبا 15 حتى 25%. اتس نوت ريسكي، انا نهضر على الماسنجر بوت ومع استعمال بلاجين. مع البلاجين كاين فقط ممكن مشكلة يلاحظوها الاخوة اللي ممكن السي تي ار تنزل لك، لانه علاش؟ يحميك من دبل كليك. حاول فقط تزيد في تنقص ولا تزيد في مده ظهور الاعلان، راح تلقاها في الميلي سيتنجز، راح تشوفها اكثر. ماني شات وينين ارتكل، وينين ارتكل خويا راه عطيتك النت اللي خدام بها انا، سكولرشيب اميجريشن انت هاف مور ذان 100 دولار ار بي ام. قداش المسابقه؟ اوكي نتكلم دوكا في دقيقه برك. المسابقه غدا ان شاء الله راح ندير لكم البوست تاع المسابقه، البوست اللي راح يكون فيه الشروط، شكون الناس اللي تقدر تشارك، شكون الناس اللي تقدر تربح. راح يكون فيه شروط طبعا باش نفلتريو الناس. راح نديروا المسابقه لمده 24 ساعه، يعني بعد غدا تتشارك، غدا بعد غدا نعلن الفائزين كامل. الفائزين يتلقاو المبالغ على بايونير، بايسيرا، بيبال، فري بانكس، يتلقاو 500 دولار ان شاء الله للبدء في المجال. الله يحفظك حبيبي، الله يحفظك. اوكي use many هذا سألني you use paid many shot or just free one. انا نستعمل paid many shot اللي هو ب 10 دولار نظن فقط، تقدر تستعمل free. انا نستعمل paid many shot علاش؟ لاني عندي نستعمل خاصيه الرولز. الرولز مثلا اللي هي تختار مثلا هذا اليوزر اذا دخل لي من فيسبوك مثلا او نيو يوزر، ندخله انا السيكونس الفلاني. هذه علاش انا نستعمل paid. ادم يستعمل الفري فيرجن بعدين نتكلموا لكم عليها ان شاء الله. الله كريم، ولكن كيف تأتي اليوزر ميني شات؟ اوكي نجيبوه من فيسبوك ادز، نعمل واحد الصوره كنشارك ادم بعض امثله الاعلانات، نجيبوه من فيسبوك فقط، يكليكي على الاعلان ولا سند مسج ولا في الصوره تاعت الاعلان، راح يطلع له ديريكتومون رساله سواء في الهاتف او في الكمبيوتر، يطلع له رساله تساله سؤال. لازم تساله سؤال، هذاك السؤال هو اللي راح يغير لك نسبه سعر النقره عندك في فيسبوك. السؤال اللي راح توجهه له هو اللي يجيب لك سواء سعر رخيص تاع النقره ولا سعر غالي تاع النقره في الاعلانات. غير يضغط على الجواب تاع السؤال يكون عندك سبسكرايبر. البلاجين ستزيل الليميت في حساب؟ نو البلاجين ما تزيدش الليميت خويا، كي يمشي لك الليميت من حسابك استعمل البلاجين ما يزيدش يجيك الليميت. هذه احنا حسب تجربتنا. اوكي كثير كثير اسئله ان شاء الله راح نجاوبوا عليها ان شاء الله، وبزاف اسئله راهم يطرحوا الان. انا نقول لكم نحبكم بزاف 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 بزاف، يو ار هير كاملين كاملين، وان شاء الله نعاود نوعدكم ان شاء الله. ذير ويل بي ا لوت اوف كونتنت اون ماي اكاونت ان شاء الله، فيديوهات لايفات مع اللي خدامين اربيتراج ان شاء الله. نحاول نساعدكم، نساعد المبتدئين. على بالي ما نقدروش نساعد المبتدئين بواحد الطريقه اللي حتكون مفصله، ولكن نوعدكم انه فيديو الماسنجر بوت اللي راح نعملو انا و بقات دقيقه اللي راح نعملو انا وادم ان شاء الله راح يكون مفصل جدا. يعني اي مبتدئ يستعمل الفيديو اللي راح نخدموه يدخل دراهم باذن الله. ربي يحفظكم خاوتي، يو ار هير. طحن دولار، دعها تسرح دعها تمطر. الله يحفظكم خاوتي، شكرا.